السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحياكم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسعد الله مساكم بالخير والسعادة في البداية، الله يحفظنا ويحفظكم من شر الأمراض، والله يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية يا رب. وأسأل الله العظيم رب العرش في هذا اليوم أن يشافى ويعافي جميع مرضى المسلمين من كل مرض، من كل سقم، من كل بلاء، من كل أذى يا رب العالمين. ومساكم صدقات من الابتسامة والكلمة الطيبة، فالله يرزقني ويرزقكم خير الدنيا وخير الآخرة، ويكفينا شرهما يا رب العالمين. ومساكم من سلطنة عمان حاليا متواجدة في بركة الموز، ونقول من هنا تبدأ المغامرة، المغامرة ستبدأ من هنا. أنا متواجدة هنا إن شاء الله بشارككم مقتطفات جميلة من الجبل الأخضر. شوفوا الخلفية اللي قاعدة أصور منها، شوفوا الباب اللي خلفي، هذا الباب عمره أكثر عن 100 عام. هذا الباب صار ديكوريشن في المكان، شايفينه؟ التفاصيل عمره أكثر عن 100 سنة. التفاصيل حلوة، المقتنيات اللي تكون تاريخية وقديمة أعطت المكان جمال ورونق. اللي بيشوفه ما بيقول هذا عمره 100 سنة، بتحطوا ديكور، مجرد ديكور. نحط حتى شهادة الباب إن عمره أكثر عن 100 سنة. هذا الطريق اللي يودينا للجبل الأخضر، ما شاء الله الماء يدعب من كل صوب، ما شاء الله غدير صغير جميل ويجري، بعد أهم شيء إنه يجري. سبحان الله الحياة بكل مكان. حتى الطحالب استوت من كثر ما يجري الماي، صار لي فترة يجري الماي. شو مساكين قاعدين يتغسلوا. الواحد يفرش لي حصير هنا ويقعد تحت هالسدرة ويستمتع بالرايح والراد، يستمتع يكحل ناظر بهاليبال وهذا الخضرة وهذا الماء. أنا حاليا قدام الشارع اللي يدخلني على بوابة الجبل الأخضر، وكنت مرتبة جدول جميل ورحلة حلوة، لكن رب العالمين ما كتب ونلغها هذا المخطط لأسباب وأمور خارج عن إرادتنا. الرحلة كانت هي رحلة لمسار الورد، مثل ما تعرفوا الورد الطائفي في المملكة العربية السعودية عندهم موسم، ونحن نعرف بالورد الطائفي. كذلك في سلطنة عمان في الجبل الأخضر في موسم لقطف الورد اللي يشبه الورد الطائفي ويعرف باسم ورد الجبل الأخضر. وكنت مخططة أني أطلع بمسار برحلة في مسار مزارع الورد، ولكن تواصلت معهم قالوا لي للأسف أختي رحاب انتهى موسم الورد الأسبوع الماضي، فالمزرعة ما فيها ورد، قال بينفطر. مع أني أنا مرتبة الجدول والخطة أني أطلع اليوم برحلة في مسار الورد، فماشي ولا وردة ولا وردة. سبحان الله، الله ما كاتب. فإن شاء الله السنة الجاية بحاول أني أشارككم بمسار الورد في الجبل الأخضر، يعتبر من أحد المواسم الجميلة إلا كله ورد بورد. والجدول والرحلة كانت كالتالي، اللي هي كنت أنا بأطلعها أن نزور مزارع الورد ونتعرف ونشارك في عملية قطف الورد، نشوف كيف يقطفوا الورد، ونحن كذلك بإمكاننا كان نقطف الورد، عقبها ننتقل للمصنع ونشوف كيفية استخلاص ماء الورد من الورد، نفس العملية عملية تقطير الورد واستخراج ماء الورد والمنتجات اللي يتم استخراجها من الورد، وبالطريقة الأولية البدائية اللي كانوا يشتهرون بها أهل الجبل الأخضر، مع أشياء مستحدثة لكن
بالطريقة الأولية الجميلة، وبعدها بإمكاننا نزور متحف كذلك يضم أمور عن الورد والبيوت والسكنات القديمة في الجبل الأخضر. لكن خلص الموسم، أنا تأخرت عليهم. إن شاء الله السنة الجاية بنشاركهم، مع أنه كان ودي أسير. أنا وصلت هنا وكلمتهم كذا، فقالوا لي خلاص ما في، يعني بس مجرد لو بأزور المتحف. فقلت حرام أني أوصل هناك مجرد أني أزور المتحف وكذا، على أساس أني أوصل الساعة 3 أخوض هذا الرحلة اللي تكلفنا كشخص 100 درهم، يعني 10 ريال 100 درهم، ونطوف على هذا المزرعة والعملية اللي قلت لكم عنها. لكن الله ما أراد، إن شاء الله السنة الجاية إذا الله أعطانا عمر فبناخذكم إن شاء الله. وأساسا طبيعة الجبل الأخضر خلاها غنية بالنباتات والأشجار اللي ما تطلع إلا في هذه البيئة، سبحان الله. أكانت من ناحية درجات الحرارة ونوعية الجبال والبيئة والطبيعة، سبحان الله، فيه منتجات ما بتحصلها إلا في الجبل الأخضر، لأنها ما تستخلص وما تستخرج إلا من الأشجار اللي موجودة في الجبل الأخضر. يعني حتى لو حاولتوا تزرعوها برا ما تستوي، سبحان الله من الله. ففي كثير من المنتجات العشبية، الطبية، العطرية، الزيتية، خاصة فقط للجبل الأخضر، ما بتحصلوها إلا في الجبل الأخضر. يعني فيها منتجات يعني الواحد ما يناقش فيها، فقط حصريا في الجبل الأخضر. فكان ودي أشارككم بالورد الخاص بالجبل الأخضر، لأنه شبيه بالورد الطائفي، لكن هذا يستوي فقط في الجبل الأخضر. الورد الجوري الوردي شبيه للورد الطائفي، ولهم طريقة خاصة تختلف عن طريقة أهل السعودية. هنا يطبخوها طريقة مختلفة، أنا شفتها لكن ما صار لي نصيب إني أصورها. لكن طريقة استخراج وتقطير الورد في الجبل الأخضر تختلف عن السعودية. أنا شفت الطريقة تختلف من طريقة لطريقة. من المنتجات اللي أنا حريصة أخذها إذا جيت الجبل الأخضر، في منتج لنبتة عطرية تستخدم لعلاج الرمة وطرد النمل والحشرات والبعوض. سبحان الله، نبتة لها رائحة عطرية، يتم استخلاص ماءها وهذا الماء ترشه في الأماكن فتكون في ريحة ما تحبها لا الرمة ولا الحشرات مثل البعوض الذباب، تنفرهم من المكان. سبحان الله، أنا كنت بعد مسوية من بالي أني بأخذ لي هذا المنتج، موجود بعد في الجبل الأخضر كذا. المنتج بعد ما يتم استخلاصه كذا لونه يكون بني، وصورت لكم قبل. فأنا أشتري فقط في الجبل الأخضر. يعني في كثير من النباتات لو جينا بنتعرف على المنتجات مالهم، الصابون، الزيوت، الأدوية، المواد اللي تستخدم للخشب، للحشرات، يعني في أشياء وايد، بحر بحر. يعني وش كثر ما بقول بعدد بعدين بكون مقصرة، لكن أنا منتجاتهم جربتها، خاصة هذا مال الرمة. لو تتذكروا أنا كنت مصابغة باب اللي عمره 200 سنة عن الرمة، ودهنت وسويت لبروسيج، كل المنتجات كنت جايبتها من الجبل الأخضر. وبس عاد من بركة الموز ومن أمام فلج الخطمين، ما شاء الله هذا فلج الخطمين. هناك يكون مسجد اليعاربة، ماي نظيف ما شاء الله.
هذه كلمة المسابح الخاصة للفري، وهذا مسجد اليعربي. شوفوا ما شاء الله كيف قاعدين يسبح، الله يحفظهم. الله يحفظهم. يطلعون من المسابح ويروح. ما شاء الله. عجبوني اصورها، يقول احنا مشاهير صورينا من عيني هذه قبل هذه، تصورينا واحنا نسبح. عادية هنا ريحولة والله انها وناسة. ايوه يطلعوا من تحت. ما يستوي انا بعد احول معاكم؟ ما يستوي انا بعد اتسبح معاكم؟ ما يبى، ما جايبه لي نظارة انا بعد، ما جايبه لي نظارة، اخاف اغرق. ما بتغرق يقول لي. الحين شو بتسووا انتو؟ تبون اصوركم؟ صورناكم، الحين صرتوا مشاهير انتو. بصورينا وحدين، هم مستانسين يبوني اصورهم. الحين سمعوا برد بيقولوا رد صورينا. الله يسعدهم يا رب. يقول صورينا واحنا نطلع من هنا. ها صورك بعد انت؟ ها صوركم بعد ولا بس؟ ما بس، ما بس، ما بس بعد؟ وناسة والله، ودي احول معاهم. ما شاء الله، الله يحفظكم، ما شاء الله. مستانسين، الله يسعدهم يا رب. هذا هو مسجد اليعاربة. هذا هذا الفلي. مسجد اليعاربة بناه الإمام سلطان بن سيف بن مالك اليعربي رحمه الله عام 1059 هجري، 646 ميلادي. أجرى عليه الترميم الحالي في عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم عام 1998. هذا هو مسجد اليعاربة. وصلت الآن إلى سوق نزوة. ما شاء الله زحمة اليوم، ما شاء الله. والوادي يحدر، هذا شوف الماي اللي يجر كله، الوادي يحدر. هذا الباب هذاك مسكر، اشوف صيانة. هذا المدخل من هالباب. سوق نزوة لو تبوا تيوه صح تعالوا بعد صلاة الفجر، مرة غبشة. صلوا الفجر وقولوا بسم الله وتعالوا. شوفوا هذه البراحة، شوفوا هذا الساحة كلها. الصبح ما تحصلوا حتى موطئ قدم توقفوا من الناس اللي تبيع واللي تشتري. وطبعا هنا يبيعوا بالمزادات، بالجملة، بالكمية، بالعدد. ما شاء الله فاضي السوق الصبح، الصبح اللي يبيه. بيع بوبر الشيبة، الله يعطي الصحة والعافية. السوق يكون الصبح مرة، الحياة في كل ركن فيه. دخلنا السوق مكيف.
كل شيء، الخضرة، الحلوى، البهارات. كل شيء، هذا الملح البحري، ثوم، جراب التمر، كل شيء كل شيء، كل اللي يخطر في بالكم بتحصلوه، أي شيء قديم وشعبي بتحصلوه. محلب هذا السريو، هذا الكحل صناعة محلية، هم بروحهم يسووه، السدر، الياس، حبة البركة، الباطل، أتوقع تركة صالح أو شيء ثاني، ما أدري، ما أعرف شو، بسألهم صبروا. مقل، مر، وش هذا الباطل؟ سألت أخونا ورد علي تركة صالح، هم يسموه باطل، إحنا نسميه تركة صالح. متعلم اختلاف المسميات من مكان لمكان. هذا هو تركة صالح، فهنا في نزوة يسموه باطل، إنه باطل. النيلة الزرقاء، قرفة، زعتر، كركديه، المرة، سبعة ونص، أربعة ريال. كيف في اللحمة؟ يواني. بهارات. شوفوا جمال الفناين، جميلين صح؟ هذا عسل، مهم. يسعد مساكم عرب. عاد الحين طلعنا على السوق، اللي كلها فخاريات، قطع تراثية قديمة، وفضيات، كل شيء يخطر في بالكم. ختمة للفضيات.